لدرجه ان انا شعري سقعت، لبست الطاقيه عليه يا كنت بردانه، ولبست البتاع ده هوي، بس عمل شويه هوا. لما بنمشي بنعرق، في نفس الوقت بنحرق يا مش ونحرق، بنحرق وبنحرق دم اعدائنا. ايوه نعم اي نعم اي نعم. انا اكتشفت وانا خارجة من العمارة بداي ان الباصات كلها معمول لها دايفيرشن، يعني مغيرين اتجاه الاوتوبيس. اوكي، واي باص انا عارفه طريقه بيلف من ناحيه تانية خالص. والله بقيت اقول واو ليه كده، الموضوع كان اسهل من كده. بس انا عايزه بقى الناحيه دي كده، اوبس سوري، يا انا عايزه ادخل الشارع ده كده. حلاوتكو على حلاوتكو الموجودين معايا بقى هيتفرجوا دلوقتي ايه على الشارع بتاعي. يلا بقى هوبا بقى هلف لكم الكام عشان تشوفوا وتمتعوا عينيكم معايا شويه الاخرانيين في الفيديو ده. Here we go. هنخش بقى على ايه، على الشغل بتاع السنه اللي فاتت للاصحاب القديمه اللي فاكرين الشارع ده وعارفين ان دي منطقه ابي. في الساعة احيانا لما بنمشي بنخس كتير، بس المهم انك تشربي سوائل كتير بعد المشي. اما اذا كنتي ما تقدريش تمشين قومي امسكي السجادة والمنفضة وضربي ام السجادة بالمنفضة وفضلي ارزعي فيها يس، وادعي على عدوينك بقى، روحي ربنا ينتقم منك يا ظلمة يا مفترية يس. وتفضلي كده تدعين على الناس، على الناس المؤذية يس، الناس اللي هم اصلا نيتهم وحش. اما انتوا نيتكوا حلوة، وعشان انتوا نيتكوا حلوة انا كنت هقفل من على الكوبري، كنت هقفل، لكن بس حابة دلوقتي ان انا اوريكم ايه الشارع بتاعي متزوق ازاي دلوقتي. يلا خدوا عندكم بقى الحتة دي، here we go. دي نجفة في الشارع، شايفين يا ولاد؟ ايوه نجفة، واخدين كهربا من الحكومة عشان يزوقوا الشارع. يلا بقى نشوف الباقي، يلا نشوف الباقي. ربنا يبعد عنك الشر يا رب يا رب يا رب يا حبايب قلبي، ما بلحقش اقرا اسميكم سامحوني يا رب يا رب يا رب يا رب، يقعد لي كل حاجة أنا عملتها يا رب، تقعد لولادي وتقعد لي في صحتي يا رب، وتبعد عني المرض، ما تشمتش في حد يا رب يا رب. حد يقدر يعمل كده في أي حتة غيري؟ لا لا لا، أنا بس أنا بس يا رب. يس بيبي يس ينجيني ويستر عرضي فوق الأرض يا رب، يحميني من حلم بحات يا رب. اللهم أمين. يقويكي في طريقك كلامك يا رب. شايفين الورد وجماله بقى، الورد ده فريش، ورد فريش بيوتيفول، اتس اميزنج بيوتيفول. بصوا بيوتيفول 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 روزز، ورد تحفه. ده اللي عندي في البيت، بس طبعا اللي عندي بلاستيك، اللي عندي اصلا بلاستيك، شايفين؟ بصوا الالوان، بس طبعا ملوش ريحه
يعني عيب الورد بتاعهم انه ملهوش ريحه. يا ترى بقى الاقي عند الست دي صباره؟ لا ما عندهاش صبار. شفتوا مفيش صبار. بص كده يمكن الاقي صباره. نونو دي صباره؟ لا دي مش صباره ولا دي. مفيش صبار، مفيش صبار. نخش بقى على الإضاءة عشان نوريكم الجمال. Oh my god. Here we go. Thank you. يدخل على مفارق لازم يهدي، مش يدخل على مفارق سريعة. مفارق يعني يهدي. اقرب كمان عشان تشوفوا. بصوا دي شجرة، دي شجرة شايفين؟ بصوا لون الزرع، لون الشجرة اللي في الزرع لونه عامل ازاي شايفين؟ بصوا اللون مختلف من شجرة لشجرة مختلف. اوكي نمشي شوية ونوريكم كمان. يا ربي يا ربي يبعد عنك كل عين حاسدة. يا ربي يا أبي يا رب حق جلالة الله ياخد منكم كده الدعوات الحلوة من حقي ومن نصيبي. يا رب يا رب حق جلالة الله. انتوا فاكرين ان انا عشان انا مثلا ممكن اكون مش محجبة او منقبة انه ربنا بيحبني ولا لا؟ العكس والله، ربنا رب قلوب، ربنا ده رب قلوب، وانا عارفة انه بيحبني. عارفين ليه؟ عشان رزقني بناس حلوة زيكم. تعرفين لو ربنا مش بيحبني كان زمان النص مليون واكتر دول ما جوش اصلا، ما كانش جم. كان ربنا بيحبني وبيقولي انت طلبتي تعملي حاجة فعلا للناس تستفاد، وانا جبتلك الناس الحلوة اللي تستفاد، وجاب لي فعلا ناس حلوة زيكم علشان يتعلمون ويستفادوا. وأول ما بلاقي حد بيقول أنا جربت كذا يا أبي وجاب معايا نتيجة حلوة يا أبي، والله العظيم بضحك وبقي بيضحك وحياة ولادي وشي بيضحك وبقي بيضحك. بحس إنه كده في نتيجة من الشيء اللي أنا عملته، وكل شيء بأوانه. أما بقى الحلمبوحات اللي بيقولوا عليا في اللايفات بتاعتهم بتلقيح، ها؟ إن أنا ولا حاجة. أما أنا ولا حاجة، شغلين بالكوا بيا ليه يا حلمبوحات؟ يلا العب يلا، تعالوا بقى، ها تعالوا بقى، تعالوا بقى عشان شفتك بتتفرجي عليا من بره. أما أنتوا بتقولوا على أبي لندن ووكر ولا حاجة. طيب لما انا ابقى ولا حاجة شغلين بالكوا ليه بالولا حاجة؟ العب يلا يا حلمبوحة، يا بنت الحلمبوحة، يا حيزبانة، يا ام الحلمبوحة. قلتوا عليا في اللايف ووصلني الكلام ان انتوا بتقولوا على ابي لندن ووكر ولا حاجة، أمال أنتوا مشغلين بالكوا بالولا حاجة ليه؟ ها؟ ها؟
العب يلا تعالين عند المهزل، تعالي على حجر عمو ارحمك. يس يس بيبي يس بيك فات يس 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 يا حلنبوحة بالفم المليان يس. ايوه يا حيزبونة، نعم نعم يا حيزبونة. يس لزقتي وشوش الناس بالعسل؟ قلت لهم يدهنوا ويناموا بيه؟ ما تنسيش تسرقي اي حاجة انت تقدري عليها، عشان انتي فعلا بالسرم، اقسم بالله العظيم بسرم طويل، مش سرم عادي، سرم طويل من كتر اكل الشطه. يس بيبي يس يا مسرم. ياي ياي الفز بزيقه ياي. انا راح اجرى عمو حلنبوحه، تعالي تعالي في بلد الحريه، تعالي تعالي عند الست دي. اي يا رب يا رب يا رب يا رب كل دي يا رب. طب ماشي يا ايمان. عسلات امارات سكرات حلويات، خلي الحلم بحت يموت ويطق. انتي ولا حاجة، في حد يهتم بحد ولا حاجة؟ او حلاوته حلاوته. اما انا ولا حاجة وانتوا كل حاجة، يس واخدين كل حاجة، عندكم دولارات يس، كبش اكبش يا ريس بالدولارات، اكبش يا ريس في المشروعات، اكبش يا ريس في العربيات، اكشف يا ريس اكشف اكشف الفلل والكلاب والخدمات. يس بيبي يس عند الفلاحات التاجرات. قال ولا حاجة، قال تعالي لعمه. مش انا طقة، ده انا هطلق، ده انا هطلقكم عن شعوراتكم دلوقتي. احب ادوس على الدم وهو سخن، ايوه عشان يفرقع. ايوه ايوه مفيش حد هنا، هالمنادي مفيش حد، مفيش حد يدافع، عايزين الدفاع. عايزين الدفاع عشان نصطادوا، فين الدفاع، فين الدفاع بتاعهم عشان نصطادوا؟ مفيش دفاع، يا خساره هيخشوا بعدين. الدفاع بيخش دايما بعد الماتش، بيخافوا قطعة تذاكر. يا حلنبوحة يا ام سر، يا حلنبوحة يا ام سر، سرمك بياكلك يس، سرمك بياكلك يا حلنبوحة. ابقي خدي الكلب في حضنك، ابو حفيظ خليه يدفيكي. كده بقى ينقي، بصوا كده وكمان عملت الصابونة الشيء، اديله صابونة اديله، وإذا الحقه على دماغه اديله اديله صابونة. قال ايه؟ قال الصبار عالمي. ما عالمي يا امي، امال انا فين؟ ما انا عالمية يا امي، ده انا عالمية وعالمتين، ده انا قاعده في قلب العالميه اصلا. الصبار عالمي، وانتي بقى منين؟ ها حلنبوحة نحنوحة، حلنبوحة يا نحنوحة، اتنحنحي يا زقزوق، اتنحنحي يا زقزوق. حبايب قلبي نورتوني، الناس المحترمات والناس الجميلات اللي بحبهم، بقول لكم الف 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 شكر
على المتابعة الجميلة بتاعتكم وعلى الحضور الشيك بتاعكم من عند الناس الشيك من قلب البلد الشيك شيك شك شك ومن قلب لندن. بقولك يا حلم بوحة طز طزين وحتة وتلاتة يا قلبي. استنى استنى لا 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 عشان الناس تعدي لازم ابقى عندي ذوق. اوكي هير وي جو. قمر منورة الدنيا ده نوركو والله ده نوركو. وعلشان انتوا ناس جميلة ربنا رزقني بحتة في طريقي اوريها لكم. انا كنت قصدي اسلم عليكم واخد عصيري واروح البيت اولع التلفزيون واشوف الاخبار، لكن لقيت ايه؟ لقيت في كام حلمبوحة كده داخلين في الفيديوهات القديمة يا اخي وعمالين يكتبوا دي توقفت يوقفوك يا اختي على خازوق تركي. يس عصاية تخينة يعني طويلة تخليكي زنهار. انتي وبتك النحنوح يا حيزبونة طز طزين وتلاتة وحتة. اشوفكوا بقى تمارو عشان ننظف باقي الناس اللي موجودة حيزبونة. روحي شوفي لك تابوت اقعدي جوايا يا امي. تصبحون على خير تصبحون على ألف خير حبايب قلبي. تصبحون على ألف 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 خير. تصبحون على هنا والسرور يا حبايب قلب أبي. Good night.